المحل او توصل للمستهدف من خطه الميس يوم بنسبه 70%. انت شايفه فعلا ان الرئيس مرسي هو ما قالش، هو اولا هو ما قالش حكايه ال 100 يوم، احنا اللي قلنا ال 100 يوم. وبعدين يعني بقى عايزه الدنيا كلها تتصلح في 100 يوم، يعني افرضي ان هو كان يعني بيقول حاجات مبشره للناس، يعني في خلال 100 يوم هيحصل كذا وهيحصل كذا. اشمعنى 100 يوم؟ يعني انا مش عارفه هم اختاروا 100 يوم ليه، انما انا شايفه ان الدنيا يعني الحمد لله. يعني انا من الناس اللي ببص بعينين حلوه لكل حاجه تحصل. يعني شهداءنا بكينا عليهم كتير كفايه، بلدنا استحملت كتير كفايه، ما نفضلش بقى نقول عايزين وعايزين وعايزين، نصبر شويه. يعني اللي صبرنا العمر ده كله نيجي في الاخر عايزين كل حاجه، وبعدين اهي مصر عماله تقترض من هنا ومن هنا، ما هي دي مش ديون على مصر، مش دي ديون هيسددوها اولادنا. فاحنا شويه نهدى وان شاء الله كل حاجه، يعني الحمد لله. يعني انت النهارده لما بتنزلي السوق كل حاجه موجوده، مفيش ازمه حاجه. في انت حاسه ازمه حاجه موجوده؟ يعني في شويه ازمات دي طبيعي بتبقى موجوده في كل البلاد. انت لما انت بتسافري بره ساعات ما بتلاقيش عيش، ساعات ما بتلاقيش حاجات كتيرة، بس احنا عشان خدنا في مصر ان احنا بنلاقي كل حاجة، فلما في حاجة بتقل بنفزع كده وبنجزع. في حد بينام من غير عشاء عندنا؟ في حد بينام ما ياكلش بالليل؟ ما اعتقدش. في ناس كتير مش دول من الاول، يعني مش حاجة جدت يعني، بس يعني الحمد لله ما زلنا. انا بقول في يعني نحمد ربنا ان بعد الثورات دي وبعد اللي حصل ده كله وبعد الانجازات اللي عملناها ما نقلقش، وان شاء الله الايام اللي جايه هتثبت ان الشهداء اللي راحوا ما راحوش بلاش. يعني هم دفعوا حياتهم للبلد بتاعتهم مصر دي، ومصر مش هتنسى لهم ده.